بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ إن شاء الله في الموديول 3 اللي هو Creating and Managing a Custom MMC. MMC اللي اختصار مايكروسوفت مانجمنت كونسول، باختصار جدا هي عبارة عن أداة منزلها مايكروسوفت علشان نقدر نتحكم، يعني نقدر نبقى عندنا قدرة على التحكم في الأجهزة من خلال السيرفر بتاعنا، من خلال مجموعة من الايه من الادوات اللي هتوفر لنا الام ام سي ديت، ونشوف هنعمل هتقدر تعمل ايه يعني. تمام، يعني مجموعة من الخدمات بنقدر نقدر نديرها من خلال حاجة اسمها الام ام سي. طبعا مش كل الخدمات الموجودة على الويندوز سيرفر، لكن مجموعة من الخدمات هتعرف عليها واحدة واحدة. البرنامج دوت موجود طبعا في الويندوز عشان نقدر ندير السيرفرات من اجهزة الايه من اجهزة الشبكة. عشان نبدأ الدرس بتاعنا هنفتح الـ يعني اكسرسايز نمبر 1 اللي هو كريت ا كاستم ام ام سي. هنضطر نرجع نفتح بقى الايه الويندوز اللي عملنا له سيت اب في الاول، هو الدي سي 1 اللي عملناه في مديول واحد اكسرسايز واحد يعني، بحيث نستخدمه ونشوف يعني نفتحه ونبدأ نستخدمه بقى، نشوف هنعمل ازاي هنشتغل ازاي على الام ام سي. بعد ما دخلنا طبعا لازم يكون برضو الاكونت بتاعك اللي دخلت بيه لازم يكون ادمنستريتور. خلاص، طيب هنفتح كده من ستارت وهنقول له ام ام سي، هنبحث عن ام ام سي. خلاص، هيسيرش على ام ام سي، ادي الام ام سي اهي، مايكروسوفت مانجمنت كونسول. فتح لي ادي الش بتاعته، هاجي من قائمة فايل كده واقول له اد او ريموف سناب ان كونسول، اد او ريموف سناب ان كونسول. سناب يعني بسهولة، او يعني حاجات كده سهلة، هنضيف او هنشيل يعني شوية حاجات من الادوات اللي هو منزلها لي يعني، او الخدمات اللي بيقدر يتحكم فيها. فيفتح لي شاشة الاد او الريموف سنابين، هي مجموعة الخدمات اللي هو ميسرها لي او مسألها لي ان انا اقدر اتحكم فيها. تمام، فتح لي اهو، هدور على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. فين عايز اضيف في الاكتف دايركتوري يوزرز والكمبيوترز بتاعتي، وانا الاكتف دايركتوري دومين وتراست في ادي اكتف دايركتوري يوزرز اند ايه اند كمبيوترز، ودي بتسمح لي ان انا اقدر ادير مجموعه من اليوزرز اللي موجودين عندي في الشبكه والجروبز بتاعتهم، ان انا عايز اقسمهم كذا جروب وانظمهم في وحدات والى اخره، ومش عارف الكلام ده كله. طيب وهندوس على اد هنا عشان يتنقل معايا عشان اسلكت السنابينز. خلاص انا كده اخترتها، ماشي، وهندوس على اوكي. فقفلنا. بعد كده هفتح من ستارت، خلاص خد بالك هنا في الكونسول كده روت، هو خلاص نزل هنا الاكتف دايركتوري يوزر بتاعتي، نزلت لي هنا زي ما احنا شايفين كده. خلاص، وادي فاينل فيجن دوت كوم، وادي الدومين بتاعي، وادي ان انا اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز. طيب بس قبل كده احنا محتاجين ناخد بالنا من حاجه ضروريه جدا، ان احنا فعليا الاكتف دايركتوري سكيما ذات نفسها مش موجوده، ما اتعملتش اصلا اكتف حاجه اسمها اكتف دايركتوري سكيما. فاحنا عايزين يعني ننزل الاكتف دايركتوري سكيما الاول عشان نقدر نرجع نتكلم على نكمل الشغل بتاعنا. فانا هروح كده على الستارت وهكتب سي ام دي عشان يفتح لي كوماند برومبت بتاعتي سي ام دي. خلاص، وهكتب فيها ريج اس في ار ريجستري سيرفر 32 وسكيما ام سكيما مانجمنت يعني ام جي ام تي. خلاص ده الاختصار بتاع سكيما مانجمنت للسيرفر، و هدوس انتر كده. خلاص،
ادي دي ال ال ريجستر سيرفر ان سكيما مانجمنت سكسيدد كده. قال لي خلاص كله اتعمل، يعني كده احنا كده عملنا ايه؟ خلاص احنا عملنا، بس ان اكتف دايركتوري سكيما ما كانش معروض اصلا، الاكتف دايركتوري سكيما ما كانش معروض هنا عندنا من فايل اد ريموف سنابينز. فكده الوقت لو رجعنا هنلاقي ادي الاكتف دايركتوري سكيما اللي هو المنظور او الوصف العام للاكتف دايركتوري ده احنا محتاجينه. خلاص عشان كده احنا محتاجينه فضفناه الاول او ده عملنا له انستولد يعني، ورجعنا للام ام سي تاني وضفنا من اد، جبنا بقى الاكتف دايركتوري دي وهدوس عليها اد. تمام، وهندور على ومن ضمن الحاجات برضو اللي احنا محتاجين نشتغل عليها حاجة اسمها كمبيوتر مانجمنت، إدارة الجهاز ذات نفسه. هقول له برضو عايزين نضيفها كمبيوتر مانجمنت. خلاص هيقول لي انت هتشتغل على اللوكال كمبيوتر ذات نفسه ولا هتختار كمبيوتر تاني. قلت له لا انا على اللوكال كمبيوتر ذات نفسه اللي هو ذا كمبيوتر ذيس كونسول از رانينج اون، يعني الجهاز اللي انت شغال عليه دلوقتي بس. اقول له اوكي فينيش. خلاص وهدوس على هنا على اوكي عشان اقفل الاد اور ريموف سنابنز. خلاص دوس على اوكي فلاني. تمام قفلها اهو كويس مفيش مشكله خالص. هاجي كده سايب اللي انا اخترتهم دول دلوقتي، هاجي من فايل واقول له انا عايز اعمل سيف. فتح لي قال لي هتحفظ الكونسول ده بالاعدادات دي، هتسيبها فين؟ هقول له هسيبها في على الديسكتوب. افتح كده اروح على الديسكتوب وهقول له انا هسيب الاعداد دوت باسم ادمن خلاص دوت ام اس سي ام اس سي. خلاص واقوم دايس على سيب الكلام ده، فسايب لي خلاص الكلام ده بتاعي. في اي وقت اقدر افتحه بقى من الفايل اللي انا سايبته من شويه بره كده. احنا بس ايه بعد ما عملنا يعني ضفنا شويه سنابت شويه خدمات من الخدمات الخاصه بالام ام سي خلاص، ولسه ما استخدمناهاش اصلا، لسه ما استخدمناهاش بس ضفناها. عملنا كاستم ام ام سي. كاستم ام ام سي عباره عن مجموعه من الخدمات اللي احنا جمعناها في فايل كده وجينا من فايل وسايبناها محطوط فيها الخدمات دي، لسه ما عملناش ليها، ما شفناش الاستخدام، لسه ما شفناش ايه استخدام. ف نشوفه في درس في الاكسرسايز اللي جاي ان شاء الله.